التأ. مرحباً أعزائي الصغار اليوم سندرس حرف التاء. حاتم ولد مهذب، ذكي ومجتهد في دروسه، يحب والديه وجميع الناس، ففي ذات يوم من الأيام بينما استعد صديقنا حاتم للذهاب إلى المدرسة صحبة أبيه، فاجأه أبوه سائلاً: "هل رتبت غرفتك يا حاتم؟" عندها، وبكل فخر وثقة في النفس، رد حاتم مجيبًا: "كل أدواتي في المحفظة، حتى المبرا. قال الأب: أحسنت، وغرفتك؟" فأجابه قائلًا: "نعم يا أبي، لقد رصّفت الكتب على الرف، ومسحت مكتبي". من ثم غادر الأب مع ابنه، وهو فخور به وبتربيته. يمكن أن نجد حرف التاء في ثلاثة مواضع: اولا في اول الكلمه كان نقول تمر تفاحه تمساح تمر تفاحه تمساح ثانيا في وسط الكلمه كان نقول دفتر مرتب كتب دفتر مرتب كتب ثالثا في اخر الكلمه كان نقول توت طاوله شوكه توت طاوله شوكه والان اترككم في رعايه الله الى ان نلتقي في حلقه شيقه في عالم الصحه